بسرعة على النادي الأهلي في مدينة نصر والزميلة العزيزة سلا حامد. سلا مساء الخير، أخبارك إيه؟ طبعا الكل مشغول، ضربات الترجيح ستبدأ الآن بين الزمالك وبيراميدز، لكن الاستعدادات داخل النادي الأهلي فرع مدينة نصر أخبارها إيه لهذا اللقاء؟ مساء الخير، تحياتي ليك طبعا كابتن كبير كابتن احمد شوبير وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن خليني في البدايه كابتن شوبير قبل ما اتكلم مع حضرتك عن الاجواء هنا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، خليني اقول لحضرتك يعني على مستوى الشخصي انا سعيده جدا انا مع حضرتك لاول مره في استوديو التحليلي من برنامج استاد مصر، وخليني طبعا انقل لحضرتك الاجواء هنا ما قبل مباراه اليوم، مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا في مباراه النصف النهائي من بطوله كاس السوبر المصري وطبعا هتقام النهارده في تمام الساعه 8 مساء. خليني سريعا يا كابتن شوبير انا لحضرتك الاجواء هنا، ويمكن يعني قبل المباراه اهو بساعتين يمكن في عدد بسيط من اعضاء النادي الاهلي داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ولكن مع اقتراب موعد المباراه بيزداد اعداد اعضاء النادي الاهلي وكمان بيبتدي يتوافد اعضاء النادي الاهلي على فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. كمان خليني اقول لحضرتك يعني عن الاستعدادات او يعني الاستعدادات لاداره النادي الاهلي وكمان الاداره التنفيذيه في فرع مدينه نصر، خليني اقول لحضرتك انه اداره النادي الاهلي موفره العديد من شاشات العرض لمباراه اليوم لاعضاء النادي الاهلي، يمكن في اكثر من ثلاث شاشات يعني بره المبنى الاجتماعي وكمان في شاشتين داخل المبنى الاجتماعي لكبار السن، موفرين يعني اكثر من خمس شاشات في انحاء فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان الكل يبقى عنده الامكانيه طبعا ان هو يتفرج على مباراه اليوم نظرا لاهميتها، وهي تعتبر مباراة حاسمة بالتأكيد للنادي الأهلي للصعود أو للتأهل لمباراة نهائية من بطولة كأس السوبر المصري. كمان موفرين العديد من المقاعد لكل أعضاء النادي الأهلي عشان طبعا يمكن زي ما حضرتك عارف يا كابتن شوبير إنه داخل فروع النادي الاهلي يمكن اعضاء النادي الاهلي بيبقوا عندهم يعني شغف او كمان بيبقوا حابين ان هم يتفرجوا على المباريات دي داخل فروع النادي الاهلي، بتكون الاجواء استثنائيه وتكون كمان الفرحه كمان استثنائيه مع فوز النادي الاهلي في اي مباراه حاسمه لدى فريق النادي الاهلي، فيمكن موفرين العديد من المقاعد ليهم عشان الكل يبقى طبعا عنده الفرصه ان هو يتفرج على المباراه اليوم. يمكن كمان خليني اقول لحضرتك ان احنا كنا متواجدين من بدري هنا داخل الفرع، ويمكن الاستعدادات دي كلها بدات من النهارده الظهر، يمكن كل يعني الاداره الاداره التنفيذيه او اداره النادي الاهلي واداره الخدمات كلهم يعني كانوا عاملين مجهود كبير جدا من الصبح عشان يوفروا كل الامور وكل السبل يعني لاعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم. كمان خليني اقول لك كابتن شوبير انه كان ليا زي احاديث جانبيه مع يعني الاعضاء المتواجدين هنا قبل مباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، الكل متحمس جدا ان هو يعني هيرجع كمان يتفرج على فريق النادي الاهلي وخصوصا بعد مباراه السوبر الافريقي. الكل منتظر خليني اقول لك ان الكل يعني المباراه النهائيه باذن الله الكل يا كابتن شوبير يعني يمكن كل تحت شعار او مع شعار على الحلوه والمره مع الكل، واثق في لعيبه النادي الاهلي ان هم ان شاء الله النهارده 11 راجل في الملعب هيكونوا على قدر المسؤوليه، وزي ما حضرتك قلت في بدايه الاستوديو النهارده تركيز ولكن ان شاء الله بدون خوف ان شاء الله يا كابتن يعني النهارده نشوف يعني فوز من نصيب النادي الاهلي وكمان النادي الاهلي يتاهل للمباراه النهائيه، واكون مع حضرتك ان شاء الله يعني بعد المباراه على الهواء مباشره وفرحه يعني اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. معاك طبعا يا كابتن شوبير لو في اي سؤال. شكرا يا سلا، بشكرك شكرا جزيلا يا سلا، ألف شكر على يعني ترحيبك وعلى هذه الرسالة الوافية.